تطورات أمنية خطيرة للغاية، هكذا وصفت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة الوضع في أفغانستان خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، مطالبة المجلس بتحمل المسؤولية وطلب وقف إطلاق النار الفوري. جاءتنا شكاوى متعددة وقد أنكرت حركة طالبان عددا منها، ولكن ما نحصل عليه من بلاغات يبدو أنه متسق ويتم بالطريقة نفسها والأمر ملح. لا يمكن أن ننتظر توثيق هذه الأحداث جميعا حتى نحيلها إليكم أو نبلغكم بها. بدورهم أعرب عدد من أعضاء المجلس عن قلقهم بشأن تدهور الحالة الأمنية في أفغانستان، كما وجهت كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وغيرها انتقادات حادة لحركة طالبان لدورها في تصعيد العنف. فيما رأى المندوب الروسي أن الدبلوماسية هي أنجع الحلول وأن بلاده تدعم مباحثات الدوحة للتوصل إلى حل بناء، فيما انتقد المندوب الصيني سياسات الولايات المتحدة وحملها جزءا من المسؤولية. في الدوحة سيكون أولا وقبل كل شيء تنسيق بين ترويكا وباكستان من أجل الوصول إلى نوع من الموقف المشترك الذي يمكننا محاولة إقناع الأطراف بقبوله. وشدد جميع الأعضاء على ضرورة تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان وزيادة دورها الفاعل لوقف إطلاق النار. عكس اجتماع مجلس الأمن اتفاقا دوليا على أهمية استمرار محادثات الدوحة لتخفيف الأزمة في أفغانستان واحتواء العنف والاقتتال المتوقعين إثر انسحاب القوات الأمريكية. نادين ساندرز، تي آر تي عربي، نيويورك.